شهد ميران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا والمقرر ليهم يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب. من المقرر أن ينتظم باقي اللاعبين المحترفين في المعسكر خلال ساعات، وهم أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش. توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في المواجهة اللي فاز فيها ليفربول على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد. فريق نيوكاسل يونايتد فاز على توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي بيتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد فريق توتنهام في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط. نروح للدوري الفرنسي. حقق فريق نيس اللي بيلعب ما بين صفوفه الدوري المصري محمد عبد المنعم فوز كبير على أنجي بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024-2025. بالنتيجة دي فريق نيس في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، فريق أنجي في المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري. نروح بقى للدوري الاسباني. فريق ريال مدريد على ريال بيتاس بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني للموسم الجديد 2024-2025. جاء هدف فريق ريال مدريد عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 67 و75. أما الدوري الإيطالي فاتعادل فريق يوفنتوس مع روما 0-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الموسم الحالي 2024-2025. بيحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، بينما بيتواجد فريق روما في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 2 نقاط. أما بقى الدوري الألماني ففاز فريق بايرن ميونخ الألماني على فرايبورغ بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم. بيحتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق فرايبورغ في المركز العاشر برصيد 3 نقاط. كده خلصت نشرتنا الرياضية.